نرحب في هذه المحطة من لقاءاتنا في هذا البرنامج بالأستاذ والمهتم بشأن العام مصطفى لحوتي، ومحور حديثنا معه سيتركز على الأحداث التي جرت يوم أمس في طرابلس وتداعياتها وأثارها على المشهد بشكل عام. أستاذ مصطفى صباح الخير. صباح الطيب مبارك إن شاء الله أستاذ أحمد لك وجميع الطاقم العامل في هذا البرنامج هذه القناة الموقرة. الله يسلمك. طيب إن شاء الله. إذن أحداث دامية شهدتها العاصمة طرابلس يوم أمس أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، ما بين قتيل وجريح. يعني أعتقد أن الخارطة السياسية في هذه المعركة قد تغيرت. يعني أنت كيف تبعت هذه الأحداث؟ نعم، البارحة طبعا دق ناقوس الحرب فجأة في عاصمتنا الحبيبة طرابلس. أنا أعتقد أنه هو تغيير لموازين القوى داخل المنطقة في محيط مدينة طرابلس وضواحيها. كل لديه قوة، قام الحكومة المتحدة الولاية أصبت على أن تبقى على السلطة وأن تدعم الميليشيات المسلحة وأن تتحدى إرادة الليبيين وأن تكون جاهزة لقتال أي قوة أخرى شرعية كانت أو حتى الشعب الليبي إذا خرج عليها جاهزا لمواجهتها مقابل البقاء في السلطة. لا يهم من يموت أو من يخسر ممتلكاته، هذا لا يعنيه. رئيس الحكومة المتحدة الولاية ينظر أنه هو المال هو الحل لكل شيء، حتى كان قتل الشباب حيدفع أموال حتنتهي هذه القصة بالنسبة له، لأن في ناس تقبل. وأعتقد نامس معدل الوفيات يعني وصل 23 حالة وفاة وما يقارب 99 جريح حسب ما أفادت وزارة الصحة. نعم. لديهم. لكن المحاولات للتغيير باستخدام القوة اللي جرى أمس ليس المرة الأولى. أنت عارف أن أكثر من مناوشة أو اشتباك حدث داخل العاصمة منذ تكليف فتح بشاغة برئاسة الحكومة من قبل البرلمان. كانت هناك محاولات عديدة، هذه ليست أولها يعني، ولم يتغير أي شيء. هل تعتقد بأن الدخول بهذا الشكل كانت محاولة لتغيير موازين القوى ولمثلا تعزيز موقف حكومة فتح بشاغة وقدرتها على الإمساك بزمام الأمور لاحقا؟ شوف أستاذ أحمد، هو الموضوع ليس موضوع موازين قوى فقط. الموضوع هو أن الدول الوصية لليبيا، لأن نحن ما زلنا نكرر ونعيد أن نحن تحت البند السابع. ليبيا وضعها المؤتمر اللاوطني سابقا أيام المقريف، وضعوا ليبيا تحت الوصاية الدولية، يعني ما فيش حد يقدر يدير خطوة في ليبيا إلا باستشارة دولية. لذلك نجد كلمة المبعوث الأممي أو المستشار العام الأمين عام الأمم المتحدة يبعثون من يشاءون. لماذا؟ لأنك تحت الوصاية. كيف الطالب اللي في مدرسة ما يقدرش الأستاذ يمشي المقصف الحمام أي شيء إلا يستاذن من الأستاذ أو المدير. ما يقدرش. أنت صراحة بهذا الشكل أنت شايف أن الليبيين يحتاجون إلى وصاية ولا لا؟ سواء كانوا يحتاجون أو لا، يعني هو من صاب شيء صادق يعني خلاص أنت نحكم عليك بالوصاية. تمام. والدول بعد عشرات السنوات بيش تتخلص من الوصاية بانتخابات وتعيين رئيس الدولة، والرئيس هو اللي يفعل حصانة على الشعب وعلى الوصاية الدولية وتمنح له الأموال يصرف على التنمية وعلى بلاده وكذا. لكن اللي حدث في ليبيا الآن الوصاية الدولية اللي على ليبيا هي من تضع الحكومات، يعني بمعنى رئيس الحكومة المتحدة الولاية طول ما هو قائم بعمله بالنسبة لهم هم عليكم الوجه، عميل تابع جيد جدا بامتياز يفرغ في الخزينة الليبية، يضع ليبيا تحت معنية البنك الدولي، يشعل في فتيل الحرب متى يشاء، ينمي في الميليشيات، يلعب فيها بالأموال، الشعب احتقان الشعب يمتص فيه بقروض، ما قبض شباب ما أدراك قبض الزواج كذا، استغل في نقاط الضعف المادية والحاجة الملحة للشعب مقابل هو يوصل إلى تحقيق أهداف أسيادة. هو لا شيء بيضاء.
وقلنا سابقا هو ومن يمثل جميع الأطراف السياسية في نفس في طرابلس في الحكومة بيادق دائما يكون زي ما شيء. والدليل أن أمس بعد انتهاء الاشتباكات في الليل على طريق تدخل تركي لطيران مسيّر على قوات الجويلية وغيره من القوات الموالية لبشاغة خرج في الشوارع بحماية وتعليمات من الدول اللي هي دعمتها. ما خرجش حتى في بث في أي لحظة في وقت الاشتباكات تحدث لأنه لا يملك معلومة أصلا. هو ليس إلا يجيه ورقة نفذ واحد اثنين ثلاثة أخرج الشارع كذا عند محل كذا هتلقى الناس رحب على الناس سلم على الناس يعني اللي قالوا له حرفيا محمي بقوى خارجية مخفية. تمام. يعني علاقة هذه الأطراف بالخارج علاقة واضحة يعني تحدثنا عن عبد الحميد الدبيبة وعلاقته مثلا بالأتراك. في الجانب الآخر حتى فتحي بشاغة عنده علاقة بالجانب التركي. أنت لو تذكر يعني في الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة كانت له مثلا كلمة أمام مجلس العموم البريطاني تقريبا في مدينة سرت عن طريق الزوم. أنا أريد أن أقول بأن يعني العلاقة مع الخارج بالنسبة للسياسة يعني ما هيش كيف أقول شيء مستهجن، ولكن أنت تتحدث عن التدخل وتنفيذ الأوامر وغيره. شوف أستاذ أحمد، أنا أي سياسي يعني يريد أن يكون سياسي ناجح أو يحكم أو كذا لازم يكون عنده علاقات دولية وإقليمية وداخلية وخارجية. وبالعكس نقف حتى امام المجلس الشيوخ الامريكي تحدث شو المشكله، تحدث عن بلادي وحق شعبي وحق الانتخابات، تحدث بمصلحه وطني. لكن من لو نحن نرجع بالتاريخ في فتره اللجنه العصبيه في السرد هذا 5+5 وانتجت عنها هذه الحكومه، حكومه الوحده الوطنيه لمتابعه الولايه، ما علاقة مبعوثة أممية أن تقول لك مبروك يعني على الهواء مباشرة وما فيش حتى متقابلك حتى في الدم لا من قريب لا من بعيد. مبروك هذه تاني أن نحن كأمريكا وكان الإنجليز كسبناها بطريقة تانية وخذينا الحكم في ليبيا ونقدر نأجج الصراع ونقدر نستفيد من الأموال ومقابل هو وأبناء عايشين في رغد وفي في 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 يعني رفاهية في الخارج. أبناء الشعب الليبي هم من يموتون الثمن، هم من يموتون بأموالهم. يعني المعادلة واضحة، هذه اللاوعي من الشباب، وإضافة إلى أمراء الحروب والكتائب والميليشيات والصراعات المسلحة التي حدثت بالأمس. يعني كان استعراض القوى ونهب هذا ينهب في أموال هذا وآلياته وهذا نهب أموال هذا، وفي الآخر حيطلع واحد يكبر يسمن ويتحكم في الحكومة مهما كانت الحكومة اللي بعدها حيتحكموا فيها لأن أنت قويتهم. وهذا شغل طبعا مطبخ انجليزي نحن تكلمنا عليه سابقا. المطبخ الانجليزي كان يؤدي طبخة يعني غير معروفة، واضح انها كانت في طرابلس لان المنطقة الشرقية والجنوبية تحت سيطرة القوات المسلحة والقيادة العامة لم يستطيعوا اختراقها، لكن الساحة مفتوحة امامهم في طرابلس، ميليشيات وبياعين وطن وقلم بزنس يعني بزنازة مافيات، هذه مافيات دولية. كيف الحكومة هذه كيف تمام في ظل هذا الوصف اللي توصف أستاذ مصطفى للوضع في طرابلس، يعني الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبة وخاصة هو كما قلت تتصرف كيفما شاءت في مال الليبيين توزعه هنا وهناك، مستوى الفساد يعني عالي جدا من خلال تقارير ديوان المحاسبة وبعض الأجهزة الرقابية. يعني شفنا المعلومات التي صرح بها النائب العام في الفترة الماضية في مؤتمر صحفي وتحدث عن قضايا يعني كبيرة جدا، عن تزوير، عن تزييف للمعلومات، كل يعني كل هذه الأشياء تعطي عنوانا عريضا لسياسة حكومة الدبيبة. في ظل هذا المشهد بشكل عام أنت في تقديرك كيف ممكن نحن نخرج من هذا المأزق ويعني نطلع من النفق المظلم؟ كيف شنو يعني القوة ما نجحتش حتى هذه اللحظة؟
ولن تنجح القوة يعني تنجح القوة إلا بتآزر الشعب الليبي عامة، يعني إذا كان ربي هداهم وصلح حالهم وتآزرت جميع الفئات الشعب الليبي وطالبت القوات المسلحة النظامية وجيش العربي الليبي أن يتدخل، هذا يعني كنظرة أمنيا وعسكريا هذه أولويات للجيش الليبي، ولكن الجيش الليبي لم يعني تتسخ يداه بهذه اللعبة القذرة التي حدثت يوم الأمس. ولكن المفترض أن أهل طرابلس والمنطقة الغربية أن تطالب الآن، وهذه الفرصة الآن متاحة إليهم، الخسائر اللي حدثت أمس والوفيات ونحن نشد أيديهم والمصاب واحد يعني لابد أن يطالب القوات المسلحة. لن يكون هناك وطنية ولن تكون حماية لأرواح المدنيين ولا ممتلكاتهم إلا بالقوات النظامية. القوات النظامية تعرف كيف تتعامل مع العدو وتعرف كيف تحمي العائلات والمدنيين في أماكنهم. ولكن هؤلاء الغوغائيين الذين شاهدناهم أمس لا خفقة لا رحمة، لا طفل لا عجوز في مستشفى العجزة، لا دكتورة في قسم توليد انتقلت رحمة الله، لا مهندسة نفط، لا فنان، لم يقصى أحد، كل اللي جاء قدامهم أمس انتقل إلى رحمة الله. إذن هؤلاء الناس عديمين مسؤولية للأسف. يعني حتى بعض المشاهد اللي شاهدناها يعني واحد لابس طرزان يعني منهم نازل في الشارع، واحد لابس لعبة الببجي، يعني أطفال تلعب بالسلاح الناري وحياة الناس عندهم رخيصة لا قيمة لها لهذه الدرجة. إذن هذا يدل على أن الحكومة من فوق أصلا نفس التركيبة، تركيبة تافهة ساذجة سذاجة، ولا مبالاة ولا مسؤولية. يعني أمس في, 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 في وقت الحرب اللي حدثت وكذا، أين كانت بيبا؟ وأين كان وزير الدفاع الخاص به؟ وين رئيس مجلس الرئاسي لما زال يحلل في المعلومات عن توم مساك كم له في ليبيا؟ ما طلعش ما بدأ البيان، ولا كان له وجود بيدق لأن لا يملك أختام. صحبت منه عن طريق بيبا بابتزاز عن طريق الأفعال المشينة التي تحدث التصوير، صحبت منه أختامه رئيس رئاسي على الفاضي. الثاني مفتي المعزول الذي صفح بالدماء والذي هو من كان السبب الأول فيها، ويقحم الله ورسوله في أمور لا يعني يتلعبون بالدين، هم سبب الدم. ودبيبة يتعامل بالتعليمات، هو رجل بزنسمان يعني مافيا مالية، عنده أرصدة في بريطانيا، عنده في تركيا، هو وصديق الكبير وغيره، وظيفته إفلاس الخزينة الليبية واضحة تحت رهانية البنك الدولي. في الحالة هذه الذهب الذي تركه النظام السابق هو الغاية الأولى لترتيب الداتا على العالم، هذا هو الغنيمة التي تبحث عنها بريطانيا أو أمريكا مقابل الأزمات الاقتصادية التي هم يمرون بها والحروب. وكيف جاء عبد الحميد دبيبة؟ مش جاء باتفاق ليبي دولي برعاية دولية أو وسائل دولية كيف ما سميتها في جنيف، ملتقى 75 أنتج هذه السلطة الحاكمة في طرابلس، رئاسة الحكومة لعبد الحميد دبيبة ورئاسة المجلس الرئاسي للمنفي والعضوين الآخرين، تحصل على شرعية دولية. يعني أنا نقول لك يعني نفكر بصوت عالي للطرف اللي يتبنى هذا الرأي، يعني زي ما قلوا ما جاش بالباراشوت وجاب عن طريق يعني حتى الحديث كان في ذلك الوقت عن الرشوة السياسية وما حدث في جنيف من توزيع للأموال من أجل شراء الأصوات. يعني الطريقة من بدايتها كانت يعني غير قانونية وخاطئة وبالمستندات، فالناتج هو يعني طبيعي اللي نشوف فيه الآن. أنت شايفه طبيعي؟ لا أول شيء طبيعي أن شخص مثلا جاء بهذه الطريقة يعني جاء المنتج الأموال. نعم هناك من باع ذمته باع وطنه وباع الشعب واستغل منصبه واستفاد ماليا، وهو الآن سيحسب يعني الكلام هذا يعني عند رب العالمين. يعني من قال الوطن وباع عن طريق الموبايل، يعني كل واحد خش في حسابه مليون دولار أو مليون دينار مقابل إنه يقول عبد الحميد دبيب أو وافق، إنه كان شيء غريب كلها وافقت. يعني النفوس عند الفلوس يعني تغيرت، وبيع الوطن مقابل راجين من الله أن يكون الرجل هذا فيه خير للبلاد.
الآن اتضحت المؤامرة واللعبة وانتهت ولاية حكومته ومن منحها له هو البرلمان حسب ما شاهدنا جميعا، وقالوا نحن أعطيناه 9 شهور وانتهت ولايته، قال لهم لا أنا حكومتي 1 سنة و6 شهور حسب ما نص عليه اللجنة العسكرية الاتفاق، وانتهت هذه المدة الآن ونشاهد التشبث بالكرسي. هل هي يعني إرادة الدول التي كبرى أم أنه أصبح شيء شخصي بينه وبين البشاغة أبناء عمومة؟ تمام. أنت عندك أسهم ومؤسسات أخرى سياسية، عندك مجلس النواب، عندك المجلس الرئاسي، عندك مجلس الدولة، يعني في هذه المعادلة وين تحطها يا مصطفى؟ الشرعية عند مجلس النواب. مجلس النواب المختفي الآن عن الشاشة ويتقاضى في مرتبات حتى في غياب يعني مرتبه ماشي، لا بد يخرجوا أداء وفعاليته واحد على عشرة. وين مجلس النواب الحرب أمس في طلب لا بد يخرج يوم واثنين وثلاثة وعشرة أمام الشعب مباشرة على التلفزيون يندد بهذه الحكومة ويطالب المجتمع الدولي أن الشرعية انتهت. كيف يعني يعترفوا بشرعيتك لما منحته، وكيف ما يبوش يعترفوا بيك لما تقول هذا انتهت شرعيته تسحبها؟ كيف ما تقدرش تسحب شرعية من إنسان أنت منحت له؟ أنت هيك هتقعد شريك في الجريمة. لازم تكون عندك صرامة وقوة وشدة في اللهجة وفي الخطاب، ويكون عندك دبلوماسيين في داخل مجلس النواب، في هيئة الأمن القومي وهيئة الخارجية الليبية. وين المستشارين هذا وين اللي لابد كان تمشي وتقعدوا مع الدول نفس ما دام هم، نمشي نقعد مع ألمانيا ونقعد مع فرنسا ونقعد مع بريطانيا، نقعد مع جميع الدول بالمبعوثين الخاصين بالبرلمان، ونخضع العالم هذا ان نحن في مسار سلمي ومسار صحيح، وغايتنا ليبيا وغايتنا الشعب الليبي يستفيد من ثروات مقدرات بلاده والتنميه، وهو ليس في غايتنا نحن نريد ان ننتزع الارهاب فتيل الارهاب من ليبيا نهائيا. لكن هذه اللجان كلها حبر على ورق، اموال تصرف في مرتبات وسكن واقامه وغيره، فقط الشعب الليبي ينتظر في مصيره. من ينتظر في مصيره؟ اذا كان على جسم له 8 سنين الان، له 8 سنين الان من 2014. هو لو نحن بنحكوا لنا واللي علينا هي الحكومات هذه المجالس وغيرها غير منتهيه يعني كلها. يعني كلها منتهيه. من حيحاسبهم؟ واين هو النائب العام؟ النائب العام والهيئة العليا للقضاء اللي احنا تكلمنا عليها، الهيئة الدستورية أخيرا شكلوها. يعني أنتم يا سياسيين حكمتم 8 سنوات ما كانش عارفين في هيئة عليا لصياغة الدستور أو في هيئة عليا للقضاء هي اللي كانت تنظف الطحون، وليست أي نيابة عامة تمشي تاخذ فيها طعن. لا، كان في هذه اللجنة، وهذا كله قريناه عن طريق دستور دول ثانية. لما تحدثنا عليها اكتشفنا الشهر الماضي أن هم أخيرا داروا اللجنة العليا للقضاء ومستقلة و إلى ذلك. إذا في تأخر حتى في الخلفية السياسية لديهم بعيدة. لا ننكر أن نحن مجتمع ليبي بدوي ما قعدنا في المرابيع أو نجتمع وكذا، لكن في عندنا نخب، عندنا ناس متعلمة، عندنا ناس مش تعطونها مش متوكل، والشباب ناس تخدمة بتخدم البلاد بتخدم الوطن، هذول هم اللي يجيبوا. لكن الآن نشاهدوا فيه وين هو؟ لا وجود لأي سياسي من النخب من كل هذه السلطات اللي تحكي عليها. نعم، منحوا الثقة أسحبوها، كيف مش قادر تسحبها وكيف تمنع حكومة تانية أنت مش قادر توصلها للسلطة؟ هذا عبث ولا مش عبث؟ طيب التوافقات التي حدثت بين مجلس الدولة ومجلس النواب تشايفها يعني زواج مصلحة ولا هدفها الحقيقي هو الخروج من هذا المأزق؟ أين تضع هذه التوافقات؟ يعني فجأة مجلس النواب توافق مع مجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه في الأغلب يعني الإسلاميون فجأة وبدون مقدمات تم التوافق. وعلى فكرة نحن ما نضدها، لكن يعني المشهد عندما يحلل بهذا الشكل، انك الواحد كان في جهه وبعدين توافقوا وتوحدون. هل توافقوا من اجل ليبيا من اجل المصالح؟ هذا شيء يعلم به الله. لكن هي يقول لك هي خافه انش نخاص ناخذ في القريضه، اصالحوا مع بعضنا ونامنوا مستقبلنا ومستقبل عائلتنا وخلي الباقي على الله. يا رجل توكلنا نبي انا
ان نصلحها هكي، هذا كلام الليبيين. سقوطي انا من سقوطك انت، يعني لو طلعت انا من مشهد انت حتطلع، انت حتطلع. فلذلك خلينا المصالح تتصالح ونتقاسم ما يمكن تقاسمه ونشوف حالنا يا اخي. ليبيا ما نحن اللي بفدوها ولا نحن عندنا عصا فرعون؟ هذا اقل كلام حيقال يعني. واضح يعني كيف انا معلش يعني، انا لو جابوا لي شخص قاتل وارهابي ويفجر وكذا وطلبت الظروف اني يا نقتل يا يقتلني يا نقعد عمه، كيف تمد يديك انت مع شخص ليس له ولاء؟ ما عندناش ولاء، هو انتماء الى تنظيم كان اخوان متاسلمين وليس مسلمين. متاسلمين او اخوان الشياطين، انا لا اعتبر بهم اسلاميين، اسلاميين نحن المسلمين. كلا الاسلام، هل هذه اخلاق الاسلام التي حدثت امس؟ حتى التتار والبربر والمغوليين ما دروش يدروه اللي بين امس في شعبه. نحن حتى غزة اللي تخش عليها إسرائيل مش بالكم هذا القتل ولا الدبح، في أهداف واضحة، لكن نحن أمس ما فيش أهداف واضحة. وقلناها من قبل عن طريق قناة المستقبل وغيرها، قلنا لهم يا شعب الطابلسي راهو أول مرة مشيتوها لهم حيطمعوا فيكم في الثانية، يطيح اللي يطيح وتدمر الأملاك اللي تدمر، وما تكلمتوش وما خرجتوش حيطمعوا فيكم الثالثة، واللي هي حتكون يعني خسائر فادحه وحتكون نتيجتها غير مرضيه للجميع. وفي هذه الحاله حيصير لكم الضغط عليك، خلاص تحكموا لقوا المسرحيه مشات امس بكل وقاحه، دخلوا في جميع انحاء شوارع العاصمه، تفجير، تدمير لمساجد الله، هل هذا هو الدين؟ هذا ما حتى الاسلام، الاطفال، النساء، الشيوخ، العزل، المدنيين، ان تقتل شخص يقول لا اله الا الله محمد رسول الله تقول انت مسلم؟ أخلاق اللي طيب يعني في ظل هذا التعقيد وهذه يعني هذه الأحداث الدامية والعنيفة اللي تحدث مرة هيك، في ظل عدم حتى التوافق الدولي للخروج بحل الأزمة الليبية ولا حتى توافق وطني أو محلي، تشبث حكومة دبيبة برغم انتهاء مدتها القانونية، يعني إصرار فتح باشاغا وحكومته على الدخول والحكم من طرابلس في أكثر من محاولة كانت ضريبتها وفاتورتها باهظة، في ظل هذه التفاصيل كيف ترى يعني كيف ممكن نحن نخرج؟ يعني ما فيش توافق، ما فيش اتفاق، كيف نطلع بنتيجة يعني؟ ما هو مش نطلعوا بنتيجة مدام القوة ما درتش حل. ماشي، نحن كشعب ليبي مش تود بيبة من مصراتة وفتحي باشا آغا من مصراتة، أين مشايخ مصراتة؟ اللعبة السياسية الآن لعبة مدن، يعني حتى الثقل تود الثقل الاجتماعي. إذا كان خرجوا مشايخ مصراتة إلى عبد الحميد دبيبة وطلبوه علنا برحيل ولم يرحل، يعني في هذه الحالة يرفعوا عنا الغطاء الاجتماعي، ومن يقف معه يعامل كمجرم أو كهابي وكذا، لأنها المجموعات المسلحة اللي بجنبي كلها بالأموال تدار. ولكن لم يرفع عنا الغطاء الاجتماعي من مدينته. لابد أن يرفع بكل وضوح أمام الليبيين في بيان رسمي إن نحن لا يمثلنا هذا الشخص، ما يمثل إلا نفسه ومنتهك للسلطة ومتشبث بها لدرجة أنه يسيسر دماء الليبيين من أجل أن يبقى في منصبه، ولن تدوم له لا هو ولا غيره. يعني كان فيه مثال سابق من سبقه وسبقه وسبقه، والغبي هو من الذي لا يأخذ عبرته من الماضي، لن تدوم ولا حتى روح بين يد الله، يعني إنه هو ما يملك كرسي ولا اللي هو يدير فيه. كان الأفضل أن يجنح للسلم وأن يسلم لغيره. يعني شنو معلش، يعني أنت خليت فترتك وفترت غيرك حكمت واغتصبت فترة ثانية ولم تحقق أي إنجاز، وتوعد بالانتخابات ولن تقوم بها أنت. هو يقول لك أنا لن نسلم إلى الحكومة منتخبة. ماشي يا دكتور، يعني أنت يا بوف مديبي، أنت يا الصقل الوحيد عندنا، وين انتخابات؟ أعطيناك المدة متاعك واغتصبت مدة ثانية 16، والآن تغتصب باقي المدة اللي غير مشروعة لك، ولم يخرج يوم على الانتخابات. كلها يا قبض شباب، يا أوهام، يا إما الضحك على العقول والذقون وفشوا بالمال حتى للشعب. وأنا هذه مقدرات الشعب، أنت متمنش علي بقابض جواز أو قابض سكني، تحقي المشروع هذا المطلوب مني.
درت شيء بارك الله فيك، ما درت الشيء أبحل، لكن ما تشبثي في الكفسي وتسفك الدماء وتدمر العالم العاصمة وتدخل ليبيا في بوحل الدماء وهذا البحر من الدماء، وتخرج أنت وأبنائك إلى الخارج والشعب الليبي الأم تبكي على ابنها والزوجة تبكي على زوجها والأطفال ينتظرون يعني الحل الآن اجتماعي. الحل أول خطوة كانت الغطاء الاجتماعي من مدينته، يرفع من مدينته بعبارة صريحة وبيان واضح أمام العالم أن نحن تركيبات مجتمع مصراتة بالكامل نستنكر ما يصدر عن هذا الشخص، وأن هذا الشخص يمثل إلا نفسه، لأن هذا بيتبع القبيل المثقل الاجتماعي بينحسب عليك، ولكن هو الآن يتقاتل مع ابناء عمومه. إذا الراجل لا مبدأ له ولا 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 قيم ولا أخلاق، الراجل بيحكم. وفي مثل هذه الحالة يعني لابد أن القوات المسلحة، أنا أعتقد أن الحل العسكري ولكن ليس بالميليشيات، ما فيش طهاب بلا دم، لابد أن سنضحي، يعني لابد سنضحي من أجل هذا الوطن، ولكن تنتزع هذه العصابات وهذه الحكومات من جذورها يعني نهائيا، وترد السيادة الوطنية الليبية بحماية قوات مسلحة عسكرية نظامية وداخلية شرعية. أي مدني يملك السلاح يحاسب ويسحب منه ويعاقب وترجع للدولة المدنية. أما أنت شايفها مشكلة أمنية ولا سياسية أمنية اللي تعاني منها ليبيا؟ هي أمنية بدرجة الأولى، أمنية المشكلة في الدرجة الأولى أمنية. واحد أسبابها الرئيسية انتشار السلاح. لا هو السلاح منتشر حتى في 2011 يعني وما وصلناش لهذه المواصيل، من 2011 يعني ما وصلناش لهذه المواصيل، ولكن من شكل قوة هذه القوة ودعم دعم دعم وشكل الميليشيات، قوة حماية الدستور، قوة حماية الشرعية، قوة حماية العاصمة، قوة حسان جنزور، قوة ولا قوة إلا بالله، قوة 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 والله العظيم. لو يدخل الجيش بأفهم السرايا أستاذ أحمد لن تجد هذه القوى التي تحدثون بها، ولكن العراقيل التي تواجه القوات المسلحة الشرعية ما زالت تحت هذا الشخص المعتوه، والدول الداعمة له لا زالت. المشهد أول أمس خرجت إحدى هذه الدول تركيا قالت أنا أستنكر أني زج باسمي في أي حدث يحدث في ليبيا، والأمس الطيران المسيّر هو من هجم على القوات التي دخلت مهاجمة لبشار أغا في الليل، هي اللي هجمت، وغير معلومية الطائرة التي أسقطت هنا والخيانة التي كانت قادمة من قبلهم عن طريق هذه الطائرة الأمريكية وهم يعني قوات الأفريكم وغيرها، لن يسمحوا أن يحكم شخص مش تحت إرادتهم. هذا مشكلة قائمة. لابد البرلمان الليبي يبحث عن حل أن يضع رئيس لليبيا، رئيس وليس رئيس وزراء، رئيس دولة، وهذا الرئيس عن طريق الانتخاب. ولكن بهذه الوضعية نحن في فوضى، وهذه الفوضى لن تنتهي. ميليشيا تغذي في ميليشيا، وحوت يأكل في حوت، وهذا يكبر وهذا ينتهي، ويخرج واحد تاني ويجينا أسد من هنا ويجينا مشكلة، هذه مش هتنتهي. لكن تكاثف الوحدات الأمنية والعسكرية والشرطية وجميع مسميات التي نعرفها نحن تحت مسمى الدولة والأجهزة النظامية التي تمشي بالأوامر والتعليمات، هذه هي اللي تحفظ. ما فيش دولة بدون جيش، وما فيش دولة ضاع أمنها القومي أو الأمني إلا دخلت قوات المسلحة والجيش الخاص بهذه الدولة وفرض حالة النفير وتطهير البلاد من جميع من يحمل السلاح ضد المواطنين، ولا هم الأمريكان والإنجليز والأتراك لما يعني شيء حبب عندنا نحن هنا زمان الإرهاب يقول لك أنقذوا الأطفال القنفودة، أنقذ من يعرف من، حماية المدنيين دخلوا بها هذه الشرعية في 2011-2012، حقوق الإنسان، حقوق المواطنة، واللي ما مصدم شنو ما مش بشر اللي موتوا واللي قاعدين في المستشفيات واللي بوتروا واللي وين يا حقوق الإنسان، ولا كانت تجيبوا في الوكال في الغواصات تعطوا فيه للدواعش وتقول لي حقوق الإنسان وحماية المدنيين، هم من يمولوا فيهم. ولعلمك أي سيناريو يخرج في التلفزيون يندد أو يستنكر هذه الأمم المتحدة وغيرها أعرف أن الكلام عكس. يعني أي كلام يقولونه بالعكس هدى ما تخدش كيف ما هو معسول كيف ما هم رسمينه قدامهم، لا 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 الكلام هذا معسول ولكن من جوا
محتوى ثاني 2011 2022 يعني وداخلين 2023 ماذا قدم؟ يعني انت شايف ان يعني المخرجات نفس الانتاج، يعني انتاج ازمه تنتهي ازمه يعني نعم. تطلع علينا نعم. ازمه اخرى باشخاص مطبخ. مختلفين مطبخ حتى مطبخ بالضبط يعني نعم. نحن لن نخرج الا باراده وطنيه في تقليل من هذه الازمه وتكاتف مع قوات المسلحه وحتى الشعب ربما نتيجه هذا هذه السياسات اصيب باحباط كبير، فعمليه التحرك يعني ليست مستحيلة ولكنها صعبة في ظل هذه الظروف بعد التجربة السابقة التي أنتجت هذا المشهد البائس والقاتم اللي نراه الآن. ربما تكون للمواطن الكلمة الفصل، مانيش عارف أمتى توقيتها أمتى، ولكن هو يعني طرف في هذه المعادلة، هذه هي القوة النائمة خليني نقول الشعب بالضبط يعني إذا الشعب رضى بهذا الشيء اللي حدث معهم أمس خاصة الشارع طرابلسي، يعني إذا لم ينتفض عليه حقه حقيقة يعني كفاكم سكاتا كفاكم صمتا. نحن مقابل قلنا لهم اطلبوا أنتم القوات المسلحة، لازم الشرعية تأتي من الشارع. أنا ما نقدر أن تقولي في مجرم في حوش يخش لبما من النيابة، يعني ما نقدرش نجرب. لابد أنت تكون مقتنع على يقين وإيمان أن هذه قواتك مسلحة وليس كما يذاع ويصاق عندهم في قنواتهم. ما فيش جيش الشخص الواحد، ما عادش في زمن الشخص الواحد، هذه قوات مسلحة تحت أمة قيادة عامة. يا ليبيين لازم الليبيين يوعوا لهذه النقطة، هذه الترهات اللي يسمعوا فيها والخزعبلات والمصطلحات المنتقية من قبل الإخوان في داخل إعلامهم ويحاولون أن يؤججوا به الصراع لكي يبتعد المواطن عن الانخراط أو يكون في انتماء بينه وبين القوات المسلحة. لا لا، أنت خلي انتماءك لنحن، نعطوك المال، نحن نعطوك قبض، نعطوك كذا، وهضومة ميليشيات فلان وخلك منهم مال قوات مسلحة. لا لا، قوات مسلحة ولي مش مصدق جوهم من طلاب زونا من جميع المغربية يجوا تجارة قاعدين شاهدوا بعينهم، شاهدوا الأمن والأمان، شاهدوا الدولة المدنية في الشرق وفي الشرق يعني 10 على 10 لا يمكن منها حتى 1%. فإذا كان هم يبوا دولة الميليشيات فهذا قرار اتخذه الشارع الطرابلسي. إذا قالوا لا للميليشيات وخفزت مصراتة قالت لا لهذه الحكومة المنتهية الولاية ونحن نرفع عنها الغطاء الاجتماعي، يخرج الشارع يندد بخفز هذه الحكومة ويطالب، يطالب جيش بلاده، ما يطالب في فلان ولا علان كيف ما طالبني أنا، كيف ما طالب في الجيش الليبي، وقلتش أنت جيش حوتة ولا جيش فلان، جيش الليبي من جميع مكونات وطياف الشعب الليبي من تباوي من محمودي من الغرب من الشرق من الجنوب من أي مدينة كلهم تحت التعليمات، تقدم تقدم توقف توقف، يعني هذا جيش نظامي لا تخشوا منه وعطوهم الفرصة، ولا حتعيشوا في تحت ظل ميليشيات لا ترحم، أمتم يحتاجوا إلى القتل سيقتلوا، أمتم يحتاجوا إلى أموال سينهبوا، أمتم يحتاجوا إلى نساء سيخطفوا، أمتم يحتاجوا إلى وكال ما فيش حيفكوا، يعني أنت قاعد ما تتعب. هضومة ليس لهم هذا إلا ناس مدربة وتكنيك عسكري قوي كيف قوة المسلحة، حتى المواطن في طرابلس لن يستطيع. ولكن إذا دخلت قوة مسلحة ستظهر أنياب الدول التي تحدثنا عنها، ستخرج عليك بقوة. يعني نفس الحلقة نحن في نفس الدوامة، المهم هو استمرار هذه الأزمة من أجل ماذا؟ فوات يعني من أجل التقسيم. هم الآن ما يبوا ليبيا ثلاثة، هم يبوها 10 حاليا. الكيكة اللي بقسموها مش ثلاثة، زمان قليم ببقى فزان طرابلس كبرى، الآن يبوها 10. الدليل على كلامي لو لاحظت من 4 أيام قوات الأمازيغ خارجة بعلم الأمازيغ، لا علم 17 ولا علم أخضر، علم أمازيغ قوات مسلحة خارجة في إقليمهم، جميع النقيم مستقل. هذه هي السذاجة وهذا هم الوطنيين، واللي أصلا يعني حرام إنهم قاعدين يتربوا ليبيا. يعني لما أنت تبي تقسم شتت فرق تسد، يعني لما نبعد نقطع ليبيا هذه 10 قطع فك ينظر العالم، كل واحد حياخذ من الكيكة وكل واحد شنو عتقد تحت السيطرة بتاعنا. ليش نعطوا فيهم الفرصة؟ طريق ليبيين خونة عملاء وتبع مثل هؤلاء. أنا يعني هذه كلمة أنا لابد أن يدسوا بالأقدام من الشعب، الموت وحدة
وقال قفاز قاطعه، قلنا لهم لا تخشوا الموت، أو الموت جاء، هي ناس في أمان الله في بيوتها. دكتورة دي في عملية في مستشفى ولادة، مهندس ماشي مش عارف شركة الحبوش، فنان بركة أمس، يعني ناس في أمان مدنية. ناس مدنية عزلة لا تعرف حتى السلاح، قتلت أطفال ونساء أمس، فيش مازال ينتظر. ما قلنا لهمش يحملوا سلاح واخرجوا عفي لا تنمي نفسك للتهكة، ولكن أين حراك شباب العاصمة؟ كلا بيقتلوا 10,000 ولا 1,000 ما بعضهم، هذه كذبة، حيطيح واحد اثنين ما فيش ضرب ولا دم. ولكن دي شيء انت خلي العالم، يعني لما تخش قوات مسلحة تحمي فعلا في المدنيين وتخش تقبض على المرتزقة التابعين لهذه الحكومة، نسينا بهذا البند يا أستاذ أحمد، نحن وين السوريين وين الأتراك في المعسكرات اللي موجودة داخل طرابلس؟ أنا نستغرب، يعني هم جميع الميليشيات يقول لك أنا ليبي وأنا همي البلاد هو سياسة وواوا، ومسيب التركي والسوري عندك في معسكراتك يأكل يشرب ويأخذ بالدولار، يعني وين حرق؟ أنا نلقى واحد أجنبي شيء يستحق في بلادي أسلم عليه ولا صاحبه، تقول ماشي نزبط معلش يعني. ولكن واضح أنهم كلهم بيادق، 5 أظن شهر تركيا، 3 أظن شهر أمريكا، الواحد هذا اللي هو تلقاه واحد لكن يسوى عندهم هذا شهر أمريكا هذا فاص. طيب يعني أنت توزع هذه الأدوار وامتداداتها الخارجية، أيضا سلطة المال والسلاح أصبحت هي المسيطرة على المشهد، وهي التي تحدد من يحكم ومن لا يحكم، وأجسام سياسية الآن تتصدر المشهد، ليس لها حول ولا قوة، اللهم يعني زيادة مكتسباتها ومصالحها الشخصية. وهذا يعني مش كلام تحليل، هذا واقع قاعدين عايشين. أستاذ مصطفى الحوتي المهتم بالشأن العام، شكرا جزيلا لك، وحبينا يعني في البرنامج أن نحكي عن اللي حدث أمس في طرابلس. نعم. من خلال هذه الفقرة، لأن تداعياتها وامتداداتها حتى استمر معنا، ونسأل الله السلامة للجميع وللمواطنين بالدرجة. نعم. الأولى يحفظ أهل طرابلس من شر هؤلاء الكائدين، وينتقم من هؤلاء المفسدين في الأرض، أنا مسميهم مفسدين في الأرض، يعني هذه الناس لا تحل لا تحرم، يعني لا تعرف كبير لا صغير لا مدني لا مش مدني، يعرف يمي بسلاح يقتل من يقتل، يحرق من يحرق، يغتصب يسرق ينهب، ونهايته ميت. وأمس أحد النماذج، يعني واحد منهم يعني سقط بجوارهم، وحين زادت حدة اشتباكات تركوه مامي كجيفة على الأرض. يعني هذا أكبر مثال باقي أعضاء الميليشيات. أنت قلنا لي يا شاب يلي قاعد في الميليشيات يا أخي هتاخذ مطب من دولتك، عدي أقرأ، عدي كمل تعليمك، عدي قدم خدمة العامة، عدي في خير يعني كله موجود، ولكن ليش تلجأ إنك تحمل السلاح في وجه من منكش عارف، مرات ولد عمك، مرات أخوك في كتيبة تانية، ليش تلجأ الشباب للكتائب؟ ما هذه هي السياسة المنهجة اللي بدأت من هذاك المؤتمر الوطني. الضيق على الشاب وما تخلي لش إلا طريق إلا طريق الحب والموت. نعم. من أجل يأخذ قوتك. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ مصطفى الحوتي على حضورك، ونلتقي إن شاء الله في فرص قادمة بإذن الله، وأنت طيب أستاذ أحمد، مع السلامة.